أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. الجيش الجزائري يطلق النار على مهاجرين سودانيين في الصحراء الجزائرية. انتشر على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الشباب السودانيين يتهمون فيه الجيش الجزائري بقتل بعض أصدقائهم السودانيين بالرصاص في صحراء الجزائر. وحسب ما أكده أحد الشباب السودانيين في مقطع الفيديو المذكور، فإنهم كانوا يرغبون في الهجرة من أجل تحسين ظروف معيشتهم، إلى أن العسكر الجزائري قام بقتل العديد منهم بدم بارد. وأكد المتحدث أن ما قام به عناصر الجيش الجزائري حرام في الإسلام، ويجب أن يشهد عليه كل العالم لكونه قام بقتل شباب كانوا يريدون الهجرة فقط. الشاب السوداني أضاف أنه بعد الجريمة النكراء التي قام بها العسكر الجزائري سيعود إلى بلده ولا يرغب في البقاء في الجزائر.